الراجل ولد امه يوصل للمرأة هذيك اخته وبنته ومرته. واضح؟ واللي يحب يقحف على مرأة مش راجل اذكر. ما تحبهاش كذا خليكم اصحاب تنجح. هيك انا يوصل الحاج يقول لك باي باي في لاميت بالاخير ربي وجهك خير. انا ما عندي مشكله مع حتى حد، اما علاش تخافوا انتوما تهربوا من الواقع؟ الواقع تهربوا منه انتوما. وعليه رد بالك فما الاخت والام وبنت. ايه بالطبيعه فما الام والاخت والاخت وبنت خاله وكذا وكذا. اسمع صاحبي انت 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 واحدة مطلقة ايش المشكلة؟ تاخوها؟ انت تبدا في ايطاليا ما تجريش على امرأة مطلقة ورحمة الميم تيري والله تجري باش تقد وراقك الميم. فما رجالة مش كل ما يلبس السروال راهو راجل سامحني قولي حاجة ما يستاهلش حاجة ما يستاهل بالطبيعة قلت حاجة ما يستاهل تحب الذكورة انت؟ لا ما نحبش الذكورة بس هكا شي راجل انا خاطر بنيات ألف 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 راجل عنده صدق يقولوا المطلقة اللي تعيش في الأوروب يكون مرغوب فيها من جهة ألف راجل بينما اللي تبدأ في تونس مطلقة المرأة العربية بصفة عامة مش تونس المرأة العربية المطلقة يحكي في عرضها ألف راجل شنو رأي؟ رأي سواء في الأوروب سواء في تونس كيف كيف حتى في تونس زادة المرأة مطلقة تولي بها وعليها والعيوب السبعة فيها علاش؟ الله أعلم على المنتاليتي متاع العبيد مونتاليتي نتاع العباد خايبة ياسر هما يحبوا هكاكا مثال امرأة مطلقة تولي بها وعليها سبحان الله تعرف عليها انت امرأة مطلقة تخدم على صغارها تخدم على روحها كارية بعرق جبينها تجيب فيه الفرنك ما تعرفش عليها اما احنا مونتاليتي بلادنا اللي هي بها وعليها وصفتها ونعتها خاطرها مطلقة هذاك علاش قديش من مطلقة ربيت صغارها وخدمت عليهم وكانت كما هي الأم وهي البو وخدمت خير من ألف رجل وكبرت صغارها برشا برشا أما هذا ما يتشافش في تونس هذا ما يتشافش ديما مطلقة ريبها وعليها وعملت وقدت وصفتها ونعتها هذاك هي ما هذا المشكل اللي يخلي المرأة ساعات تتحمل عنف زوجها وخيبته وكلامه المش في بلاسته وما توصلش تطلق باش ما توصلش للكلام هذا تسمع ما توصلش للكلام هذايا تسمعه من عند العبيد خاطر مجتمعنا ما يرحمش مجتمعنا مطلقة ريبها وعليها زيد من غير ما تحكي حتى موضوع مش مطلقة بمية راجل مطلقة بتخدم بعرق جبينها مطلقة مطلقة عندنا احنا في تونس دهنية راي مطلقة بها وعليها وراي تمشي وتعمل وتقد وكذا وكذا الناس هذوما شنو تجاوبهم؟ نجاوبهم ونقول لهم يا عبيد شدوا فيمكم على العبيد راكم عندكم ولاية راو ما عندوش أم وعندو أخته اللي ما عندوش أخته عنده بنت أخته راي الدنيا فانية راي ما نعرفش أنا شنو نحب نوصل لهم فيقوا يا عبيد فيقوا فيقوا راي مش خطرها مرأة خطرها بها وعليها تلقى مرأة بألف ألف 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 راجل فهمتني مش خطرها مرأة مطلقة سيك هاو بها وعليها ليه فما مرأة مطلقة تخدم بعرق جبينها تجيب تكري لصغارها توكل لقمة لصغارها هذاك علاش لهنا المونتاليتي نتاعنا خايبة على الاخر صفر 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 اش خليها العباد تحب تهج منها تونس المطلقة ليتخونجيغ عندو شوز هما يا فلوس يا الاوراق نتاع تونس يا هي عندها نفقة مسكينة بنت الناس هو يحب يعيش من عندها هي يقهوج والله وشو الجو يا الله اعلم شو في مخه هو يحب يربط معاها هي باش تصرف عليها كاو علاش ما ينجمش يحبها؟ عليها رد بالك سامحني يحبها مش بيها ولا راهي مطلقه راه نجم يكون الراجل اللي عندها سامحني مش راجل مصاحب عليها يسكر عليها مش راجل هي 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 معها راجل ومصاحب عليها اختها نجم يكونوا نقول لك ما تسالش مش راجل انا نحب نفهم شنو هو الفرق بين المراه العاديه العزبه الارمله المتزوجه والفرق بين المطلقه ما تسالش المسكين اللي مش مرضي والديه مش رضي خالق صح ولا المسكين اللي ما رضيش لخلقه والديه والمسكين اللي مد يده للناس هذا المسكين
اما راه بنت الناس مطلقه مش راه بها وعليه. نجم يكون هو قام صعب عليها دارهم. سامحني نجم هو ياخذ فلوس لي باش يجي راجل. اي بلا اي شنو المشكل؟ خلينا نفسر لها مثال. باش يجي راجل كي ياخذ فلوس من عند امراه. خلينا نفسر لك هذا. اسمع شوي بتضحك انت. مو فرق بين الذكر بين الراجل، الذكر ربي ذكر وانثى، الذكر ومسكينة. تجب تصرف عليه امراه. راجل لابس سروال راهو راجل. اصبري شويه عادي. اسمعني اذكر اذكر صفه والرجل صفه. به اذكر راجل مسكين قايل وتجيب عليه صغار حتى من وراه واحد. والراجل يحترم المراه برا امه واخته وبنته. البر يحب يا خوها على اوراقه ولا مظروف فيها وحدو جمعه ورحمه ميمتي حدو جمعه. قول لي علاش انت؟ اكتشفك البوسخاله وك الشعر. كبير بين معارسة تعيش في الأوروبي بدأ يتمنيها 1000 راجل وبين مطلقة تعيش لهنا يحكي في عرضها 1000 راجل. شنو رأيك؟ 1000 راجل وطيحوا لها من قيمتها وما ويحطوها مرأة ما هيش باهية والعيوب الكل يحطوها في المرأة المطلقة وربي سامحهم وكها. حسب رأيك علاش؟ علاش حتى المجتمع هذا كله يعني شنو الفرق بين المراه المطلقه والا المراه الارمله والا اللي مازالت خاطر في الاوروب البار يشوفوها لبس عليها بتبيعها باش ياخذوها ويجيو في جرد. وفي تونس هنا المراه المطلقه بتبيعتها مسكينه في حاله مع الوقت هذا اللي نحن فيه المراه مسكينه المطلقه يعلم بها كان ربي سبحانه والله والله يجازي برشا عبيد. فما المطلقة اللي تطلق صغيرة يقولوا معناها طلقت صغيرة وتربي صغارها وتخدم وتكون هي الأم والبو. تطلق هي من زاد صغيرة وتخدم على أولادها وتربيهم وتطلعهم رجال. وفما آخرين المجتمع ما يرحمهمش. شنو تقولهم الناس هذوما اللي ديما المرأة المطلقة في فيهم يقولوا كل كلمة العيبة عليه؟ قول لهم خافوا ربي فيهم. واللي يعمل ذوك خاطر تربي في تيمة ويعلم بها ربي خافوا ربي.